أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تضرر 84% من المرافق الصحية في غزة بسبب الهجمات. وحذرت الأونروا من انتشار مقلق للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة. Samir, head of security and safety in the Middle region, was killed with his wife and 8 children.